السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج إبراهيم محمد دودان البواطي أبو عيد الكائن في بلدة وقاص الأغوار الشمالية. اليوم هو الثلاثاء الموافق 14 حزيران لعام 2011، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestinerememberd.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. أسئلة هذه المقابلة عمي أبو عيد تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي عرب البواطي قبل النكبة، أما القسم الثاني فيهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني البغيض والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. اسمح لنا نباشر عمي بأسئلة القسم الأول. تفضل. تعطينا اسمك الكامل؟ إبراهيم محمد دودان بواطي. الله يحييك. حجي مواليد وين وأي عام؟ مواليد 1928. نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. وين ولدت عمي؟ ديسان، كذا ديسان. شو اسم هالمنطقة اللي ولدت فيها؟ خربة البواطي. خربة البواطي. نعم. طيب عمي اسم والدك الكامل؟ محمد جدان صالح صباح. عليه رحمة الله. طيب. واسم والدتك عليها رحمة الله؟ حمد الله فلاح الهشام. حمد فلاح الهشام. الهشام أي نعم. بواطي برضو؟ بواطي آه. عليها رحمة الله. طيب. عمي توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وبخاطرك؟ تفضل. الحمد لله. طيب اسم قريتك عمي او اسم مضربكو او اسم يعني المنطقه اللي انتوا كنتوا عايشين فيها؟ المنطقه اللي كنا عايشين بيها منطقه حيويه، كل شيء يصير بيها. طيب شو اسمها يا حجي؟ الحكيميه. الحكيميه. نعم. عظيم يا حجي. طيب حجي عارف ليش سموها الحكيميه؟ نعم. ليه؟ كانوا مستلمينها بني صخر، اسمهم حشمة. حشمة بني صخر. أي نعم. نعم. نزل عليهم سنجاب الباطية. نزل عليهم سنجاب الباطية وصار ياخذ أراضي منهم عن النص يزرع، بعد ما تمكن طرهم منها. طرهم منها استاكلهم بالثور. يعني بني صخر اساسهم من هذه المنطقه؟ اي نعم. اسمها حكمه مش حكميه. حكمه. حكمه. نعم. واستحلها سنجاب الباطي. بعد سنجاب الباطي البواطي التموا عنده قسموها بعض. هذا الحكي حجي انت ما بتصحى عليه؟ احنا ما صحاش عليه. طيب عظيم. طيب حجي الى اي مدينه تتبع قريتك؟ بيسان. لبيسان. لبيسان. بعيدة عنكم بيسان؟ 2 كيلو. بأي اتجاه حجي؟ من الشمال للجبلة للغرب. جبلة للغرب؟ أي نعم. ممتاز يا حجي. طيب حجي عرب البواطي كلهم كانوا ساكنين في الحكمة؟ كلهم. بدون استثناء؟ بدون استثناء. في حدا منهم برا في قرى ثانية؟ لا لا لا. ولا واحد منهم، كلهم عيال زلمة مرة. طيب فيش ناس غريب ما بين عدد البواطي تقريبا يا حج بهذاك الوقت قبل اللجوء؟ ويلي عدد البواطي كثار يعني 1000 بني ادم يا حج؟ اكثر من 1000 بني ادم. شو عندي كم تقريبا يا حجي؟ في 2000 زلمة. 2000 زلمة ولا 2000 نسمة يا حجي؟ 2000 نسمة. بين رجل ومرأة يعني؟ بين رجل ومرأة. طيب حجي هذه المنطقة الحكمة اللي كانوا ساكنين فيها عرب البواطي كانت سهل ولا كانت تل ولا كانت سهل؟ كلها سهل. 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 أرض
أرضها حمراء ولا سوداء يا حجي؟ مخلطة، الجهة الشمالية حمراء والجهة اليمينية سوداء. ممتاز. طيب حجي، حواليك وديان كان؟ أي نعم. شو اسم هذه الأودية يا حجي؟ في وادي عين السوداء. نعم. ووادي روض الخاينة. نعم. ووادي الطرايب طرفة. نعم. سلامتك. طب هذا وادي عين السوداء وين جاي عن القرية؟ من البواطي، تبعد البواطي كيلو. مية نبع. طيب في وادي ولا في نبع بس يا حجي؟ نبع سايل، سير سايل عليها طحونة المية هذه. طيب هذا الوادي واسع ولا؟ واسع. وكم عمقه في الأرض يا حجي؟ أوجه الأرض المية. أوجه الأرض. أوجه الأرض. طيب وميته دائمة الجريان يا حجي؟ أي نعم دائما. طيب روضة الخاينة وين جاي الوادي هذا؟ روضة الخاينة من البواطي الشمال. برضو هذا وادي دائم الجريان؟ لا ما فيهوش مياه. بالشتاء بصير فيه مي؟ بصير مي بالشتاء تجر مي. طيب واسع هذا الوادي يا حجي؟ نعم. واسع؟ والله 10 متر. وعمقه في الأرض؟ ما فيش متر. متر. والطرفة؟ طرفة زور، أبقى الله بزور. وين جاي هذا عمي؟ بيه. من؟ بالجيران. يعني من البواطي ولا وين جاي؟ من شرق؟ لا. من شمال. من شمال. شمال. طيب وجريان المي في هذا الوادي الطرفة؟ الكت تحت. قصدي في شتاء شتوي ولا على طول؟ لا شتوي. طيب عليها جسور هذه الأودية يا حجي؟ لا ما عليها. طيب وادي روضة الخاينة أو الطرفة؟ بيه. ماشي بس بالشتاء لما كان يجي الشتاء كان تقدروا تقطعوه ولا ما بتقدروا؟ نقطعوا. عادي يعني. آه. طب عمي كيف كان مناخ الحكمة؟ مناخها ما يتوصفش. أحسن من مناخ وقاص يعني؟ كثير 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 كثير. طيب يعني مش غور هي المنطقة يا حجي؟ غور أم غور نقي مرتفع عن وقاص. مرتفع؟ أي نعم. طيب حجي في حواليك تلال؟ لا ولا تل اللي ينقلوا تل حمود تحها بالزور. تل ايش اسمه؟ حمود. هذا تابع لأراضيك وحجي ولا؟ اي نعم تابع لأراضينا. طيب هذا التل ترابي ولا صخري يا حجي؟ لا تراب كله تراب. طيب حجي لو بدنا نعرف حدود القرية، حدود الحكمة، حدود الحكمة من بسام بدنا من الشمال يا حجي؟ من الشمال حدود الكبنية هذه زابعة الكبار. بدناش الكبانيات، بدنا القرى العربية. قرى عربية من شمالك أي قرية عربية أقرب عليك أو عرب؟ غير عوامرة هناك. العوامرة اللي هم البشاتوة؟ لا العوامرة البشاتوة بعض. العوامرة شو هم هذول يا حجي؟ غزوية. من كل الشمال هذول؟ آه. طب من كل الجنوب؟ من الجنوب تعيننا. تعيننا شو تعيننا يا حجي؟ بكير ما بكير، شنعان وما شنعان عرب. برضو يعني مش قرية مستقرة يعني. لا هذول بيوت شعر. مرة ثانية شو أسميهم يا حجي؟ بكير. بكير. آه. شنعان، عبد الله رحمة الشنعان. طيب للغرب يا حجي؟ غرب ما في غير طريق السكة والجبال. ما في عربان حول غربكو؟ غير فوق بالحمدية تبعد عنينا 4 كيلو. حميدية من كل الغرب. اه عجبن اللي فيها القرم هاي حجي؟ ايوه اللي فيها القرم، تعرف القرم. اه طب من كل الشرق يا حجي؟ شقر النهر، اراضي كلها اراضي للنهر. ولا في عربان ولا فيش عربان. كل هذه الاراضي لكم يا حجي؟ كل هذه الاراضي للنهر. للنهر. النهر قديش بعيد عنكم يا حجي؟ والله بعيد تقريب ساعتين، ساعة، ساعة بس. مشي. مشي. طيب يا حجي شو كان في عندكم مستعمرات حواليكم لليهود؟
سابقا ما وضعش استمرت غير بالتالي. بالتالي اي سنه يعني حج؟ والله برا صاحبي. طيب شو المستعمره اللي كانت صارت بالتالي عندكم يا حج؟ الحمديه. مستعمره الحمديه؟ اي نعم. وغيرها يا حج؟ زبعة. يعني الحمديه منكم غربة؟ من الغربة. وزبعة؟ منين وشمال؟ شمال. عمي رحت علينا هذه المستعمرات؟ لا ولا فتها ولا شفتها؟ ولا فتها ولا شفتها. طيب حسب معلوماتك هذه المستعمرات مبنية من ايش يا حجي؟ من زينكم. زينكم بركسات. طيب عدد سكان هذه المستعمرات كثير ولا شوية يا حجي؟ والله ما احنا عدينهم يعني حسب شوفتك يعني. يعني الله أعلم قديش 100 120 بس هيك يعني. طب حجي واصلتهم كهرباء كانت؟ شوارع معبدة؟ شوارع معبدة. ومي للبيوت عندهم؟ عندهم مين كان مختار الحميدية المستعمرة؟ إبراهام. إبراهام؟ نعم. وزبعة يا حجي مين مختارها؟ والله أبو زايد. أبو زايد؟ طب عمي أشكالهم عربية شرقية زينا هيك ولا والله غربيين؟ والله يحكوا حق عرب. ولباسهم؟ لباسهم والله هذا أبو زايد يلبس خرز قوم مثل العرب. أعطاك يلبس. طيب وجوههم يا حجي وجوه عربية ولا؟ لا يهود جنوب. ما هم في يهود عرب يا حجي. فيهم هم هذول أشكالهم اللي كانوا عندكم زبعة أو بالحميدية. أشكالهم قريبة علينا ولا على الأوروبيين؟ هذول بالكرمل. كرمل حيف هذول. لا أنا قصدي اللي بزبعة. اللي بزبعة؟ جم من الطبرية. من الطبرية جم. طيب كيف كانت علاقتكم أنتم وياهم؟ لا مليحة. ما في مشاكل؟ لا هم برضو هم احنا برضو. عمرك اعتديتوا عليهم يا حجي؟ لا. أبداً. أبداً. وكيف نظرتكم لهم؟ هل كنتوا يعني تنظروا لهم انهم ضعاف او يعني انهم لا نروح ونجي عليهم ولا هم يجوا علينا؟ طيب ما في شغل بينكم وبينهم؟ لا فيش. حلالكم ما كانت تروح على زرعهم يا حجي؟ يروح يروح بالليل وروحوا بالليل سرقة. طيب حجي ما كانوش يشتروا من عندكم شيء او تشتروا من عندهم شيء؟ لا ابدا يا حجي. طيب مخاتيرهم ما يجوش على مخاتيركم يا حجي؟ يجي واحد ابراهام. ابراهام على مختار البلد. طيب الاعراس او الافراح والاتراح كان المختار يجي عزي عندكم مثلا او العكس؟ يجي يحضر عرس. يحضر عرس. ومختاركم كان يروح هناك عندهم؟ مختارنا لا ما يروح. طيب حجي يعني بالمجمل العلاقه كانت طيبه بينكم وبينهم؟ نعم. وما كنتوا تعتدوا عليهم ولا هم يعتدوا عليكم؟ نعتدي ولا هم يعتدوا. طيب هم شو كانوا يشتغلوا حجي؟ مزارعين. مزارعين؟ كانوا يربوا حيوانات برضو؟ عندهم غنم يربوا غنم وبقر. غنم وبقر. طيب حجي كنتوا كان عندهم طبيب في زبعة أو في حميدية؟ إيه عندهم طبيب هنا. كنتوا تروحوا تعالجوا عنده يا حجي؟ لا معالج بشان. طيب حجي كانت قريتك مربوطة بشبكة مواصلات بطرق معبدة ولا كانت طرق ترابية كلها؟ لا كلها طرق معبدة. انتوا احنا عرب البواطي. عرب البواطي اللي بالخربة اسفلت نازلين. نعم. بيت الشعب نازل برا. بعيد عن الاسفلت. بعيد عن الاسفلت. طيب الاسفلت اللي عند الخربة يعني جاي من نص الخربة ولا بطرفها؟ من غربية. بعيد عنها حجي؟ بعيد. قديش يعني بعيد؟ والله دار واحد دار منين قالوا ابراهيم هواري اسفلت. ممتاز. اسفلت يعني. طيب هذا اسفلت من وين جاي ولا وين رايح يا حج؟ جاي من الطبرية رايح عبسان. طيب كان يمر منه بساط يا حجي؟ يمر. لمين هذه البساط؟ بساط من بيشان يروح على طبريا. تتذكر مين صاحبهن؟ لا والله ما اتذكر. تتذكر حدا كان يسوقهن يا حجي؟
الشفرية من بلسان أمداري أتذكر. طيب وطلعت فيهن هذه البساطة يا حجي أنت؟ طلعت. وين رحت فيهن؟ طبرية. تتذكر كم الأجرة كانت لطبرية؟ 15 أقل شوية. 15 طيب حجي أنتو كان عندكم سيارات عرب البواطي؟ لا ولا سيارة لا شحن لا تراكتور لا سيارة ولا شحن ولا طيب شو كنتوا تستخدموا وسائط نقل يا حجي؟ جمال. جمال؟ خيل. نعم وشو كمان؟ سلامتك. حمير أجلك الله استخدمته؟ حمير اللي استخدمته. طيب لما كنتم تروحوا على القرى المجاورة كنتوا تمشوا مشي يا حجي؟ لا نركب خيل. خيل. استخدمتوا عربيات الخيل يا حجي؟ المختار استعمل عربية. بس المختار؟ أي نعم. طيب كان في حواليكم أو قريب منكم سكة حديد يا حجي؟ قريبة. استخدمتوا القطار يا حجي ولا لا؟ لا قطار استخدمه مثلا. يعني ما دام في سكة حديد ممكن الواحد يستخدمه ولا لا؟ لا. طيب كان في محطة قطارات قريبة منكم ولا لا؟ في من بشار شمال لمغرب محطة هذه للقطار. للقطار. عم استخدمتوا البسكليتات؟ ولا نعرفها. طيب بدنا عم تحكي لنا عن البواطي عائلات البواطي تعرفها كلها ان شاء الله؟ عائلات البواطي من نبينا ناخذ لا البواطي. انا قصدي الحمايل الفخاذ اللي للبواطي يعني في سويركي مثلا في سويركي بدت بس شوي شوي وبدت تعد لي يعني واحده واحده عشان ما ننساهم يا حجي بكره يزعلوا على ابو عيد اذا ما سويركي فندي هواورة نعم صباح بس أربعة يا حجي؟ أي نعم متأكد؟ أبو هنوش لمين بيتبعوا يا حجي؟ بتبع لفندي يا أبو هنوش لفندي؟ أي نعم وعقلة يا حجي؟ نسيتهم ولا ما نسيتهم عقلة؟ الله بلغني يلا أنا فطناك عليهم. طب عم السويركي تتذكر مين كان وجههم مين كان كبيرهم؟ أحمد السويركي شيخ. وغير أحمد يا حجي؟ أحمد مات الله يرحمه. غيره بدنا على الأموات إحنا بدناش على الطيبين. أيام البلاد غير أحمد. غير أحمد مات أحمد سلمها للشيخ سعد. سعد الموسى. ماشي. دار الفندي يا حجي مين كان؟ دار الفندي بعد ما مات سعد استلم محمود افندي مين كان كبيرهم دار الفندي؟ سعد افندي طيب بدي اسالك السويركي كان كبيرهم احمد؟ احمد اي نعم وفندي سعد من دار الفندي؟ سعد افندي من دار الفندي، سعد موسى من دار العضاء كويس وضحت لنا هالنقطة طيب الهواورة عمي مين كان كبيرهم؟ خيرهم بريم هواري إبراهيم الهواري ودار صباح محمد الذودان دار عقلة يا حجي فليح عبد الله فليح طب مين كان مختار البواطي يا حجي؟ محمود الفندي محمود الفندي؟ أي نعم صار حدا غيره مختار يا حجي؟ صار بعد ما مات محمود حط ابراهيم الهواري ابراهيم الهواري طيب حجي شو كان دور المختار؟ دور المختار انا اقول لك دور المختار اذا واحد اعتاد مظبط يوقع يوقعها بعد ما راح ابراهيم صار سلمان الصايل سلمان الصالح؟ الصايل الصايل اي نعم سلمان الصايل من أي عيلة يا حجي؟ نفندي نفندي هذا كله قبل النكبة يا حجي طيب حجي هذه العائلات أو كبار هذه العائلات كان كل واحد عنده مضافة وديوان ولا بس عند المختار؟
لا إلهم دواوين. إلهم دواوين. طب شو كان شو كانت الفائدة من الديوان؟ الديوان الأصلي إذا صار شيء عند المختار. نعم. شو كان الفائدة من الدواوين يا حجة أو المضافات؟ يتعلم لعب بعضهم. بس. والضيف اللي لي فضلك حولي. كرموا. والصلحات يا حجي والكذا بصير عنده؟ الصلحات أي نعم صلحات. عند المختار ولا عند الدواوين هاي؟ ابن بيت والتلتم الباط والصلحة. طيب إجاك وحد عم يستقر عندكم من غير البواطي وصار كأنه من البواطي؟ مثل مثلين. مين مثل مين؟ يعيش مثل مثلين. مثل مين إجا عندكم يا حجي؟ يا عندينا واحد من قبل سلمان أبو عفونة. نعم. حقيشي هذا. نعم. تملك مثلينا وعاش مثلينا يشد بطاطا الدم مثلينا. اي نعم. طب عمي المختار كان يسجل النفوس، يسجل المواليد الجديده سجل والاموات وكل شيء عنده للصحه ويسجل. طيب عمي كلهم هذول اللي ذكرتهم العائلات كانوا موجودين في الحكيميه ولا موجودين؟ نعم موجودين. حجي بدنا نحكي في الحالة التعليمية في القرية، كان عندكم مدارس في الحكيمية؟ عندنا خطيب. شو اسمه الخطيب يا حجي؟ أول واحد انقضى أبو جمال، الشيخ أبو جمال. من وين هذا أبو جمال؟ من نابلس. نعم، والثاني؟ بعدين الشيخ حمزة. برضو من وين هذا حمزة؟ بعد كرمان. بعدين الشيخ حامد من بيتي. من وين؟ من قضا نابلس. من بتونيا يعني ولا من؟ من قضا نابلس. قضا نابلس. يلا ماشي. بس هذول الثلاثة اللي اجوا. اي نعم. طب وين كانوا يدرسوا يا حجي؟ كانوا يدرسوا بيت بسجل المختار، كان بيت شعر. يبي عند ابو نمر. ابو نمر مين يا حجي؟ هذا من البواطي شيخ. شو اسمه؟ حسن محمد الموسى. البواطي يعني. طيب كنتوا تدفعوا اجر لهذا الاستاذ او لهذول الشيوخ؟ نعم. شو كان الاجر يا حاج؟ ياخذ علبة قب، علبة ذرة وعلبة الشيء. على الموسى؟ وين كانوا يناموا عمي هذول؟ يروحوا بنفس اليوم؟ لا الخطيب له غرفة ينام فيها. تتذكر مين اللي كان بأي غرفة بأي بيت كان ينام؟ والله تتذكر. طيب والله جاي ينام عند البواطي. طيب شو كان يدرسكوا حجي؟ أنت درست عنده، درست عندهم هذول الشيوخ؟ نعم. عند الثلاثة درست يا حجي؟ لا عند اثنين بس. مين هو؟ عند اثنين. مين هم يا حجي؟ الشيخ حمزة والشيخ جمال. أبو جمال. أبو جمال. طيب تتذكر شو كان يدرسكوا؟ شو أبجد هوس وليف ناشل عليه. طيب تتذكر شو أبجد هوس بالضبط؟ تقدر تعدي لنا إياهن الأحرف؟ الأحرف بالرسا. ها نسيتن؟ نسيتن. عشان يتعلم أبو صالح، يعلم الأولاد الصغار على الإشي الأصلي القديم. طيب عمي في حدا من البواطي راح لبرا يدرس يا حجي بهذيك الأيام؟ لا بهيك لا ما راحش ولا حدا. لا. طيب ما فكرتوا انكم تبنوا مدرسه؟ حكومه الانتداب ما بنت مدرسه لكم؟ لا فكروا ابن مدرسه. نعم. ما صارش نصيب. ما صار نصيب. ما صارش نصيب. طيب شو السبب حجي ما صارش نصيب؟ صارش نصيب، صارت النقطه. طيب شو اللي يعني عملتوه عشان تبنوا المدرسه؟ يعني حددتوا المكان، جبتوا احجار؟ محدد المكان. وهذا الحكي كله بال 48 يا حاج؟ اي نعم، حدد هذا المكان. طيب وانتوا تدرسوا عند الخطيب كان يدرس معاكم بنات يا حاج؟ لا ولا وحده؟ ولا وحده. من اي ساعة لاي ساعة كنتوا تدرسوا يا حاج؟ من الصبح للساعة واحدة بعد الظهر. كان عدد الطلاب كثار يا حاج ايامك؟ في 15 شيء.
طيب حجي، كان عندكم مسجد أو جامع؟ لا والله ما في مسجد. حجي؟ نعم. ما كان عندكم جامع؟ لا والله ما كان. وين كنتوا تصلوا يا حجي؟ بسان. تروحوا كل يوم على بسان؟ روح المكبر بخير وروح يصلوا. والفضالة يصلوا بالعرب. بيبقى خطيب الموجود. حجي كان في عندكم حدا يأذن؟ خطيب يأذن. هو نفسه الأستاذ؟ ولا فكرتوا لاحقا يا حاجة ابن جامع في البواطي؟ فكروا ابن جامع ما مطلعت شيء. مطلعت شيء. طيب هذا الخطيب ما كانش يصلي فيكم داخل البواطي يا حاجة؟ يصلي. بيت مين كان يصلي فيكم؟ دار المختار. دار المختار. طيب حجي كان في حواليكم مقام لولي من الأولياء الصالحين أو الشيوخ الصالحين؟ واحد جرة غرة. شو اسمه؟ لا في اسمه. شو اسم المقام؟ ما تتذكر؟ لا والله ما أتذكر. مش متذكر؟ مش متذكر. طيب بعيد عنكم يا حجي هو؟ بعيد. طيب كنتوا تزوروه إشي ولا؟ لا ما نزوروش، احنا نزور عامر بن وقاص. تجوا لهون تزوروا؟ وكان يعتبر يعني عامر بن ابي وقاص مقامكم يا حجي؟ لا واحد هذا زوروه تطوع. طيب كان في عندكم درويش يا حجي او زوايا؟ درويش ما فيش. ما حد كان يدق العده مثلا يرفع البيارك كذا؟ في واحد قاله شيخ مبدي. شيخ مبدي؟ من اي عيله الشيخ مبدي يعني؟ من السوارجه. نعم. درس ويركه. طب باي مناسبات كان يدق العده يا حجي؟ تعاليلي تعالوا عند الجنه يدق على المزهر. نعم. كان معه ناس حواليه ولا يدقوا ولا لحاله بس؟ لا معه ناس حواليه. من السواركه برضه؟ من السواركه. طيب يا حجي كان عندكم طبيب في عرب البواطي او لا عياده او؟ لا بسان. عن مين كنتوا تروحوا يا حجي؟ واحد ينقبه الشيخ الشيخ رشيد رشيد. رشيد؟ وابو عفول وعفوله عندي هدية نتحكم بها. علي لي صوتك يا حجي. روح عفول وعفوله عند وحده يهوديه تكتور هناك. شو اسمها يا حجي؟ انا عارف شو اسمها. طيب حجي اذا واحد منكم احتاج مستشفى، اذا احتاج حدا مستشفى منكم وين كنتوا تروحوا؟ على بيسان ولا على الناصرة؟ على بيسان. على الناصرة. طبرية برضو كنتوا تروحوا لها يا حجي؟ لا للعلاج. لا 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 بيسان و... طيب حجي الطب الشعبي الطب العربي كنتوا يعني تعتنوا فيه ولا لا يا حجي؟ نعتني فيه. طيب كان في حدا عندكم يساوي حجب وشعوذه؟ لا 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 ولا واحد يا حجي؟ ولا واحد. طيب العلاج بالقران الكريم اللي هي الرقيه كان في حدا يعالج فيها يا حجي؟ يقرا على الاولاد الصغار مثلا قران شيء زي هيك؟ مين اللي كان شاطر بهالشغله؟ كل اللي يقرا اللي يقرا شيء. دير بالك حبيبتي السلكه هذه دير بالك. يقرا الشيخ يوسف المسرح. طيب حجي كنتوا تستخدموا كاسات الهواء؟ تتذكر مين كان شاطر فيها يا حجي؟ اي واحد ياخذ كاسات. اي واحد؟ اي واحد. طيب طاسة الرعبة استخدمتوها يا حجي؟ استخدموها. شو هي طاسة الرعبة بالضبط يا حجي؟ والله لما شفت يقولوا بده طاسة الرعبة يجيبونه. من ايش مصنوعة قصدي انا طاسة الرعبة؟ والله ما شفتها انا. ما شفت؟ لا والله. طيب عمي الكيف النار كان عندكم حدا يكوي في النار؟ مين هو يا حج؟
أي واحد إذا رجله منهان تودع ولا يدر فكت منهان حط كيهانة يعني حط كيهان يكوي حاله بباري كل واحد يكوي حاله بحاله. آه. طب شو كانوا يستخدموا في الكي يا حاج؟ جدحة. شو هي الجدحة يعني؟ جدحة من الجبل نجيبها. يعني عشبة؟ عشبة. أيوة. والعشبة لها جلدة. صير جدحة. طيب كان عندكم عمي مجبر؟ مجبر؟ نعم. نقطع عبد الله الشرجي. يعني واحد قال له سليمان الزعباري. سليمان؟ الزعباري. الزعباري. بشرق النهر يا حاج. كان يتقاضى أجر ولا مجانا يا حاج؟ والله قليل ما ياخذ. طب كان في عندكم داية يا حاج؟ في. شو اسمها؟ اسمها فلاحة. فلاحة؟ فلاحة ايش يا حاج؟ فلاحة من بسام مش لخية. مش من البواطي يعني؟ لا. ما صار من البواطي واحدة داية؟ لا التالي صارت. مين هي يا حاج؟ فلحة ذدان وعبرة فرار. فلحة؟ الذدان؟ الذدان. والثانية شو اسمها؟ عبرة فرار. طيب وكانوا يتقاضوا أجر ولا مجانا؟ لا مجانا. طيب كان عندكم طحر أولاد يا حاج؟ يجينا طحر أولاد. من وين كان يجيكم؟ جينا من صفوريا. من صفوريا؟ في اسم محدد ولا كانوا يجيكم كثار يا حاج؟ اللي يجي احنا الطهر كل 4 سنين طهر مرة. كل 4 سنين؟ اي نعم. نساوي طهر لكل الصغار. ولا نبني بيت ونحط منصوص وخيل تلعب واكل يصير. وعندي يوم ظهري طهر. يعني هذه كانت عادة متبعة عند البواطي؟ عند البواطي وعند عشائركم. طيب عم استخدمتوا الخرزة الزرقاء رد العين؟ بيها بيحطوها. وعظمة الذيب يا حجي؟ حطوها بعد. كانوا حطوها. طيب حجي بعد إذنك بدنا ناخذ استراحة شوية تعبنا. تفضل. ونتابع حديثنا إن شاء الله.